حقبة دامت ل14 عاماً انتهت كما يستحقها أسطورة ريال مدريد كريم بنزيما. النادي الملكي أعلن رحيل نجمه الفرنسي من الباب الكبير بعد 14 عاماً قضاها في سانتياغو برنابيو منذ انتقاله من ليون الفرنسي عام 2009. بنزيما توج بكل الألقاب الممكنة مع الميرينجي، حيث يملك 25 لقبة، أبرزها 5 ألقاب لدوري أبطال أوروبا و4 بطولات للدوري الإسباني. وفاز بالكرة الذهبية عام 2022 ليصبح أول فرنسي يفوز بالجائزة منذ فعلها زين الدين زيدان عام 1998، والخامسة إجمالا. ومنذ رحيل كريستيانو رونالدو عام 2018 حمل بنزيما على عاتقه مسؤولية الأهداف في مرمى الخصوم، وأصبح أكثر صانع أهداف في تاريخ النادي وأكثر لاعب توج بالبطولات، كما أصبح ثاني الهدافين التاريخيين للملكي برصيد 353 هدفا، وخامس أكثر لاعب خوضا للمباريات مع الريال ب647 مباراة. تقدير كبير في البرنابيو حصل عليه بنزيما ليكون خير ختام لتاريخ كتبه مع النادي الملكي ريال مدريد يصعب تحطيمه في المستقبل القريب.